أبو بسام حاصرته محال الصرافة المتمددة على كل جانب، لكن حصون محله التجاري ما زالت راسخة رغم الأوضاع المتزلزلة. أبو بسام يشعر أن مشروعه سينهار في أي لحظة، وقد يتحول إلى محل صرافة كغيره من أقرانه في سوق سيئون. كثير من المحلات هذا كان كله، الشوارع هذه كامل كانت مواد غذائية وملابس، استفيدوا الناس كلها من هذا الشيء. والآن امتداد أصبح، كان سوق الصرافين تحت والآن أصبح فوق. الآن أصبح سوق الصرافين يمتد من تحت إلى فوق، ربما يمتد إلى سوق النساء إلى ما فوق، لأنهم هم المستفيدين ونحن إيش الخسرانين. ظاهرة تحول المحال التجارية إلى محال صرافة استشرت منذ سنوات الحرب وما زالت. مراقبون يرجحون أسبابها إلى ضعف قدرة السكان الشرائية وارتفاع إيجارات المحال وتأرجح العملة المحلية. من كثر ارتفاع الأسعار وتقلب العملات ما فيش ولا يبيع، يعني أصبح ضئيل. ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني، بشكل يعني غير معقول، وهذه تؤدي إلى الإفلاس وإلى إغلاق المحلات بشكل عام. أغلب المحلات الآن التجارية تغلق بسبب الصرافة والانهيار العملة، وكل محل يغلق في سيئون ثاني يوم يسوون محل بديل صرافة. الآن أصبحت محلات الصرافة أكثر من المحلات التجارية ومستمرة في الوادي، برغم أنه البنك المركزي طرع عليهم بعض الإيراءات، ولكن بالعكس عاد هلا زيد محلات الصرافة. المواطنون يستنكرون هذا التمدد الكبير والسريع لمحال الصرافة وفروعها في أسواق الغذاء والملابس، ورغم الشروط والمعايير الحازمة التي فرضها البنك المركزي على المتاجرين بالعملات، إلا أنه كما يقال كأنك يا أبو زيد ما غزيت. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون.